تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022. تسلم الدعوة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير خلال استقباله وزير العدل حافظ الأختام المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد الرشيد الطبي.